السلام عليكم الغزالات ديالي، كنتمناكم تكونوا بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. كيف ما كتشوفوا هاد النهار جيت الاكسيو وقلت علاش لي ما نصورش معكم. جينا نبدلوا الروتين ديال الدار وديال الشغل وداكشي، قلنا نخرجوا شويه نبدلوا. فجيت الاكسيو كيف ما كتشوفوا في هاد البلاصه هادي، حاطين فيها لوفيرتات، كاينه الليزارات ديال الناموسيه، كاينه هادو ديال الخضره ب 9 اورو، كذلك كاينه هادي ديال الخبز 9 اورو. يعني حاطين هاد البلاصه دائما تيحطوا فيها هاد لوفيرتات هكا، كيكونوا ناقصين الثمن بزاف. وصراحه اكسيو فيه حويجات زوينين ورخاصين، ماشي زعما يعني اي حاجه كتلقايها ديال الوليدات كتلقايها في اكسيو زوينه ورخيصه. وكذلك الديكورات، فهاد الطريبشات ديال هذا بتقريبا 2 اورو ديال الوليدات. هاد شامبوان بالبلسامو ديالو زويون عجبني بصراحه، واخا عمرني ما استعملته خديت منه صراحه، غادي نجربه واخا عندي شامبوان كنستعمله. وكاينه هادي ديال الماسار ديال الوجه، هي 4 اورو. خلاص هاد الريحات وهاد فا وداكشي عاملين فيهم لوفيرتا، يعني دايرين بعض الحاجات رخاصين صراحه. المهم بلا ما نطول عليكم، كنتمنى هاد الفيديو نال الاعجاب ديالكم ويعجبكم بزاف، وتشوفوا يعني تستافدوا بعض الحاجات، يعني بغيتوا تشريوهم ما طاحت لكم على بالكم تلقاهم في هاد الفيديو ان شاء الله. وكنقول لكم كنبغيكم بزاف، والى فيديو اخر ان شاء الله.
Thank you.